احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. دخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس المرحلة الثانية صباح اليوم برعاية مصرية. في هذا السياق قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن المرحلة الأولى من الهدنة قد مرت دون أي عوائق، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والمشاركة الأمريكية الفعالة. وفي سياق المساعدات الإغاثية أوضح رشوان أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الاثنين بلغ 2812 طنا، مشيرا إلى أنه تم إدخال 1048 طنا من الوقود حتى مساء أمس، كما تم استقبال 566 مصابا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية. وأكد رشوان مجددا على استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية.